26/9/2016 مدينة الرستان، آثار الدمار والخراب الحال بهذا الحي جراء القصف العنيف والمتواصل كتيبة الهندسة. حسبنا الله ونعم الوكيل. منازل مدمرة بالكامل ونزوح ما تبقى من سكانها إلى خارج مدينة الرستان هربا من هذا القصف. كما نرى هذه كتابات الجيش الأسدي قبل خروجه من مدينة الرستان. الله لعباده وبشار للقيادة. وهذا هو الحال بعد خروج الجيش، قصف المنازل والمساجد والمباني الحكومية أيضا. هذا المنزل كحاله من بقية منازل مدينة الرستان المدمرة والمهجورة. 26/9/2013